من منارة الفكر والثقافة، حاضنة الإبداع العربي من إمارة الفجيرة، الحريصة كل الحرص على إظهار الوجه الحضري المشرق لأمتنا. أحييكم مشاهدينا وأرحب بكم لليوم الثاني على التوالي إلى هذه التغطية الحية والمباشرة لفعاليات منتدى الفجيرة الثقافي في دورته الثانية. صباح الخير أمجد. صباح الخير ليالي، نرحب بها السادة الحضور أولا ثم المشاهدين طبعا لتغطية وحضور فعاليات منتدى الفجيرة الثقافي الذي يتزامن ليالي مع جائزة الشيخ راشد للإبداع. هذه الجائزة التي سينال عليها الفائزون بهذه الجائزة من حصد طبعا رواياتهم وقصصهم التي سهروا عليها ويعني قدموها لهذه الجائزة. نأمل أن نسعد بختام هذه الجلسات الثقافية الجميلة بالأمس. بالتأكيد نعم. أمجد، اليوم وعلى امتداد هذا النهار الثقافي الطويل سوف نكون معكم مشاهدين بنقل وقائع الجلستين الحواريتين التي سوف نشهدهما هذا اليوم، حيث تكون الجلسة الأولى تعالج دور الإنتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث، أما الجلسة الثانية فسوف تتناول موضوع الأسطورة والتراث العربي وتأثيرهما في رسم المشهدية الأدبية العالمية. وأمجد، بالتأكيد مساء هذا اليوم سوف يختتم المنتدى الثقافي فعاليات بأمسية شعرية أدبية جميلة جدا بمشاركة كوكبة من الشعراء الإماراتيين والشعراء العرب. أما البداية الآن أمجد سوف تكون مع ضيفنا المشارك معنا. أكيد نرحب بالضيف الأستاذ إبراهيم المكرمي، طبعا كاتب وباحث تاريخي من المملكة العربية السعودية. مرحبا بك وشرفت ونورت إمارة الفجيرة. الله يسلمكم وشكرا لكم ولاستضافتكم، وأنا ما أعتبر نفسي في الإمارات إلا في بلد ثاني. طبعا في بداية الحديث طبعا حضرنا كثير من الجلسات، تم النقاش بالعديد من المحاور في الجلسات، هناك حضور واضح من النقاد ما شاء الله وطرحهم لأمور فيها إشكاليات كثيرة. خبرني أول شيء عن انطباعك عن الجلسات، كيف شفت مجريات الأمور، كيف كان حوار الأدباء مع النقاد؟ بداية مما لا شك فيه يعني أن الإمارات خلال العقد الأخير أصبحت هي قبلة الثقافة العربية والإسلامية، فشيء طبيعي بأن جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي ومنتدى الفجيرة الثقافي ما هو إلا انعكاس لثمرة يعني الجهد الأدبي في العالم العربي الإسلامي. فالقضايا اللي طرحت أمس هي تحمل هموم الشارع الأدبي في الأسطورة وفي النص، وكيف خلق الأسطورة في النص ومعالجة الأسطورة كذلك في الأمثال الشعبية، اللي تقريبا الغرب الآن سلكها يعني من فترة زمنية جدا. اليوم هذا المنتدى الثقافي من إمارة الفجيرة إنما يفتح قنوات التواصل بين مجمل مثقفي الوطن العربي وأيضا هو نافذتهم على العالم. هل أنتم كمثقفين اليوم مطمئنين على واقع ومستقبل الثقافة العربية؟ أنا طبعا لي شرف الجلوس مع الشيخ راشد بن حمد الشرقي حفظه الله وحفظه الله، وصراحة شخص متنور متعلم جدا مثقف جدا، فطالما عندنا الرموز بهذا الفكر وهذه الثقافة غيرين على الثقافة العربية. نعم. وعلى الموروث الثقافي، شيء طبيعي أن هذا ينعكس على المثقفين وعلى المجتمعات الثقافية. نعم. بحمد الله. بالأمس تحدثنا أيضا مع كوكبة من الضيوف ونخبة من المثقفين عن قصص الأطفال، ومن قصص الأطفال اليوم سيتم التركيز على الجانب الشعري وما يحمله من دعم ركائز ثقافية طبعا وبالخصوص إلى الموروث الشعبي. برأيك إلى أي مدى يتم دعم الشارع الثقافي بخصوص الموروث الشعبي؟ يعني ما هي عملية الدمج، أو كيف أنت كونك كباحث أو أكاديمي ترى عملية الدمج هذه؟ هل نجحنا بدمج تراثنا وإيصاله إلى الأجيال التي من بعدنا، أم هل يعني علينا العمل
يعني على قدم وساق، وايضا الاستمرار في هذا الدعم. طبعا مثل ما سمعنا كلام النقاد امس حول الموروث الشعبي ودمجه في النص الابداعي، نجد باننا لازلنا في بدايه الطريق يعني، وحن بالفعل يعني متاخرين في يعني. عندنا امس وسيم الاعرج يعني صراحه يعتبر من افضل الروائيين، صحيح، وافضل الروائيين اللي دمج الموروث الشعبي والاسطوره في النص وخلق نص ابداعي. نعم. ف ف ف ف وبلسانه هو شخصيا يقول لازلنا يعني، حتى الاستاذ محمد الشحات امس يقول يعني جميعنا لازلنا في هذا الباب، ويعني نتمنى يعني نحن نرى النص الابداعي يرتقي الى انه يوصل مثل النصوص العالمية. صحيح. ومن خلال المشاركات حسب مشاهداتنا الأمس علمنا أن اللجان الفرعية كانت جدا راضية عن المشاركات ومبهورة أيضا بمستوى المشاركات على كافة الأصعدة وبمختلف فروع الجائزة. اليوم جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، هذه الجائزة المرموقة والرفيعة والهامة جدا، نراها تثبت نفسها وتؤسس لمكانة لها في الوسط العربي. هذه اللغة في مخاطر المبدعين، لغة الجوائز، ما هو مدى تأثيرها على المسيرة الإبداعية لحائزيها؟ احنا لو نعرف فرنسا يمكن فيها حول 114 جائزة إبداعية لذلك على مدار السنة. على مدار السنة نلقى المبدعين والروائيين هم يهتمون بما يسمى الدبلوماسية الثقافية بنشر، نعم، لأن كل عمل لازم له بإنجاز يعني، لازم له مسك ختام مكافأة. فلما يكونون عندنا القيادات الرموز يحظون بدعم المثقف بهذا الشكل، أكيد أنه راح يكون تحفيز للمثقف والأديب بأنه ينتج ويبدع. ميزة الجائزة بأنها تعتمد على العنصر الشاب. نعم. أوكي. وهذا هو اللي خلق رب الجديدة ونقلها من عصر الظلمات إلى عصر التنوير عن طريق المثقفين الشباب والأدباء والروائيين. إذن لها تأثير مباشر وغير مباشر. أكيد. هذا النوع من الجوائز يؤثر مباشرة وبطريقة غير مباشرة على المسيرة الإبداعية لحائزيها. أكيد ليالي، لأن أعتقد أن هذه الجوائز تحفز الكاتب على أن عطاء المزيد، عطاء المزيد فعلا، وأن يعني لنقل إظهار كل مكنوناتي الثقافية والإبداعية. أكيد، لأن يحتاج الكاتب الدعم، يحتاج الكاتب التكريم لنتاج عمله، بما أن النتاج الفكري والأدبي هو محور من محاور جلسات اليوم. يعني أنت برأيك كباحث وطبعا في الشأن التاريخي أيضا، كيف ترى دعم مسيرة العطاء من الكتاب؟ هل ما زال هنالك كتاب مظلومين لم يسلط عليه الضوء من الإعلام سواء أو من الجمهور؟ هل هؤلاء الكتاب يوما ما سيخرجون فجأة كقنبلة ذرية ثقافية أدبية؟ أي تتويج في العالم العربي لا نراه إلا في الإمارات، تتويج للمثقف والأديب، بينما في الدول الأخرى يقل التكريم وتسليط الضوء على المثقف والأديب. وهذه ميزة الإمارات في الكلام اللي قلته في بداية اليوم، إنها فعلا هي خلال عقد سابق هي قبلة الثقافة في العالم العربي. صحيح. طبعا ليالي، لا شك في ذلك أن مسيرة دعم الشارع الثقافي في دولة الإمارات الحمد لله ولله الحمد، نرى الكثير من المبادرات كمبادرات كمنتدى الفجيرة الثقافي الذي نتواجد فيه اليوم، دعم اللغة العربية، دعم يوم القراءة، عام القراءة كان يعني أحد أعوام من يجب أيضا. نعم. أن نشير أمجد وضيفنا العزيز إلى أن كل المشاركات في جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع كان من أبرز شروطها أن تقدم باللغة العربية. نعم. الفصحى، بلغة الضاد، وذلك طبعا دعما للغة القرآن الكريم. اليوم حماية لأمننا الثقافي العربي، هل بالإمكان أن نتحدث عن منظومة ثقافية عربية قومية متجانسة؟ أنا أقول لسه صراحة يعني، لأن المجتمعات الثقافية عندنا، المجتمع الثقافي عندنا في السعودية أحسن تركيبته موروثه تختلف عن اللي في مصر اللي في العراق. ما هو السبيل لإحراز هذا التكامل؟ خلق التجانس بين. نعم. النوع هذا مثل المثقفين يحتاج يعني مدة طويلة يعني جدا،
لذلك انا اشوف لا زال الوقت بدري جدا على خلق مثل هذا التجانس. بالامس اجرينا بعض الحوارات مع الادباء المتواجدون في منتدى يعني الفجيرة الثقافي، واحدهم صرح بان يعني ما شاء الله كنا نعتقد ان من يكتب باسلوب الاسطوره او ينجح بكتابه الاسطوره في رواياته هم النخبة أو الصفوة، ولكن تفاجأنا أن المشاركين في المنتدى يعني ما شاء الله رواياتهم متميزة يعني. صحيح. ولو أنهم مبتدئين أو لديهم الخبرة البسيطة. صحيح. فما رأيك بهذا التعليق، وما هو انطباعك بتخريج جيل جديد يعني يغرد خارج سرب الصفوة والنخبة؟ طبعا غالبية الحائزين على الجوائز طوال السنوات الأخيرة هم فئة الشباب، فئة الإبداع، والسبب في أن الشاب عنده قراءات متنوعة، يحاول أنه يختلق لها عوالم جديدة من الأدب والثقافة، حتى اللغة اللي يتلقاها الشاب يعني تكون أصفى من الأجيال القديمة، يعني أصفى وجميلة، فمثل ما قلت لك يعني شيء طبيعي، يعني الشاب عندنا هو اللي يخلق التميز دائما. أستاذ إبراهيم، أود أن أعود معك إلى نقطتنا السابقة. أنت غير متفائل بخلق منظومة ثقافية قومية عربية متكاملة، وتقول أن الوقت ما زال مبكرا لهذا. هل بالإمكان وضع استراتيجيات وخطط ومنهجيات وآليات جديدة من قبل الحكومات والقياديين في الدول من أجل تفعيل هذا الأمر لأهميته ربما؟ أكيد، يعني أنا لما تجلس مع الشيخ، هل ممكن أن تكون إحدى رسائل منتدى الفجيرة الثقافي العمل على مثل هذه الاستراتيجيات؟ إيه نعم، عندك مثلا جائزة الشيخ راشد بن حمد الإبداعية. أنت لما تجلس مع الشيخ راشد بن حمد تجد شخصية متنوعة متعلمة، الشيء هذا ينعكس على المجتمع الأدبي، بشرط أن الشخصيات اللي مثل الشيخ راشد تكون منتشرة في العالم العربي وتدعم المثقف. هنا أنا أعطيك الضوء الأخضر بأن العامل التجانسي راح يكون موجود إن شاء الله. التفاعل الثقافي مطلوب إن كان على المستوى العربي، على المستوى الخليجي، وأيضا على المستوى العالمي. إذا كنا نحن اليوم نتطلع إلى انتشار ثقافي عالمي، لابد بداية أن نتطلع إلى التفاعل الثقافي على مستوى منطقتنا العربية. صحيح. بالدرجة الأولى. صحيح. أليس كذلك؟ نعم. وهذا ما شاهدناه في منتدى الفجيرة، التفاعل من كل مكان صراحة. بالفعل حضر كوكبة من المثقفين والأدباء والخبراء والنقاد من مختلف أصقاع الوطن العربي، وأيضا من بوركينا فاسو وتشاد، وكانت هناك مشاركات متنوعة، وبالفعل كان هناك إثراء للمشهد الثقافي العربي شهدناه بالأمس من خلال الجلسات الحوارية التي تم التطرق من خلالها إلى أكثر من موضوع وإلى أكثر من محور. صحيح ليالي، كل هذا سيكون معطيات ومخرجات ونتاج منتدى الفجيرة الثقافي، ولكن أعود مع ضيفنا بطبعا اختيار محور هذا المنتدى بتوظيف الأسطورة في الرواية العربية. ماذا ستفعل الأسطورة بالرواية العربية؟ هل ستدعم الشارع الثقافي لإيصال ثقافة العرب وحضارة العرب إلى الغرب؟ نعلم أن أسلوب الأسطورة وتوظيف الأسطورة في الرواية بدأ عند الغرب أولا، واهتموا به كثيرا كأمثال مود بوديكين وويليام تروي، العديد من المثقفين الأجانب اهتموا بهذا الجانب بتوظيف الأسطورة. برأيك الأسطورة ماذا ستفعل بالرواية العربية، وماذا ستؤدي من نتاج لهذه الرواية؟ الأسطورة راح تخلق نص ثابت ونص منافس بلا أدنى شك، يعني منافس. نعم منافس جدا، لأن المجتمعات منافس للموروث أو للموروث الشعبي، دعني أقول لا الأسطورة تعتمد على الخيال، راح يكون داعم للموروث الشعبي. على فكرة الموروث الشعبي ما بقى في التاريخ إلا بسبب الأسطورة. أوكي، ولا في كل ما حاول المبدعين والمثقفين خلق نص إبداعي يدعم وجود الأسطورة، كل ما بقى الموروث والإرث التاريخي كذلك باقي، لأن العوالم السابقة والتاريخ الأجيال السابقة كان قائم على الأسطورة، قائم على حتى الأسطورة في تهذيب الأخلاق، تهذيب. صحيح. ووضع شخصيات لها تأثير كبير على قارئ الرواية. نعم.
خلق انسجام بين المثقفين يعود إلى الموروثات الشعبية وتناسقها وتجانسها مع بعض. يعني لازم نتسق فكريا قبل ما نتسق كمثقفين أو كأقلام. دعني أستخدم هذا المصطلح إذا ما صح التعبير، تسونامي العولمة. كيف يمكن مواجهة تسونامي العولمة من خلال تجويد العمل الثقافي العربي المشترك؟ بالنسبة لي أجد أن العولمة أو مصطلح الاحتكاك الثقافي خلق كثير من الفوائد جدا. سيف ذو حدين ربما. هو سيف ذو حدين، لكن اللي يقرأ تاريخيا بحكم بحثي الشعوب العربية يعرف أنها نوعا ما تأخرت عن النسق العالمي. ما السبب في ذلك؟ قد تكون أسباب متعددة موروثية، متراميه الاطراف. يعني موروثيه سياسيه نوعا ما، لكن الحمد لله يعني احنا الان نعتبر في طليعه الدول اللي داعمه للادب والابداع، والحمد لله يعني مثقفين وروائي الادب يكرمون في اعلى الجوائز العالميه. يعني وهذا دليل ان العربي يعني راح يعود واحسن، يعني حي ونابض أكيد ومتصدر للواجهة الثقافية أكيد العالمية أكيد. أو على يعني على الأقل نحن على الدرب السليم، وهذا المنتدى شاهد على ذلك. مثل ما قلت لكم شيء طبيعي، نحن راح نكون على الدرب الصحيح وعندنا قيادات ورموز في الخليج بهذا الدعم للثقافة والمثقف والأديب. نعم، يعني محور الأسطورة هو المحور الكبير الذي نراه اليوم يتألق في منتدى الفجيرة الثقافي بين كوكبة من المثقفين والأدباء. طبعا أريد الرجوع إلى التاريخ بما أنك تهتم بالشأن التاريخي وخاصة الإسلامي. يقول الجاحظ عن توضيح بمعنى كتابة الرواية بالأسطورة: ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان مديحا أن تكون الكلاب هي المقتولة. فالجاحظ رأى أن ذلك ليس له حكاية عن قصة بعينها، معناته أن هناك في رموز يوضحها الكاتب بالرواية أو بالشعر أو أنه يوظف الأسطورة توظيف غير مباشر للمتلقي. وضع الحبكة في وسط الرواية، يعني خلينا نحكي بصراحة شوي أنه القارئ الرواية دايخ، بعدين يكتشف هذه الرموز بعد ما يخلص الرواية. توظيف الرموز، كيف توصف لي هذه الجمالية، جمالية قراءة الرواية بهذه المفردات وهذه الألغاز؟ أنا بعطيك مثال أقرب. نعم. فيه إمبراطور صيني تقريبا ما يقارب 2000 سنة. نعم. في إمبراطورية شانغيانغ. الإمبراطورية هذه كان الحاكم فيها طاغية، والرجل ما يسمع لأحد نهائيا. كان الوزراء اللي عنده يحاولون ينبهونه عن خطر قادم، فكانوا يوظفون القصص اللي تروى للحاكم شخصيات حيوانية. أوكي. وكانت القصة هذه عندما تلقى للإمبراطور كان يتعظ من القصة. أوكي. ويعود عن الأمر اللي كان يتخذه ككليلة ودمنة. نعم صحيح، ككليلة ودمنة كذلك. صحيح. فالنص الإبداعي هو نص مهذب. أوكي. وما شاء الله يعني نشوف أكثر القراء والمتعلمين في العالم أو المثقف البسيط جدا تجد حياته تتغير بشكل كامل عندما يقرأ رمزيات. اليوم عملية فرز الرواية أو النص الروائي تعرض عبر الزمن للكثير من المدخلات، وأيضا دمج فيه الصالح والطالح. كيف يمكن إعادة غربلة أو فرز النص الروائي السليم؟ النص القوي راح يبقى، والنص غير ذلك هو اللي راح يعني يبتعد عن الواقع. هل برأيك القارئ يستشرف هذا الموضوع، يستطيع أن يتلمسه مباشرة؟ نعم. أم هناك ما نخفي في نجوم الآن في السوشيال ميديا، وهم وفي كتاب يعني لسه يعني مبتدئين سطحيين ربما لكن التاريخ علمنا بأن النص القوي زي الجاحظ، زي كليلة ودمنة، زي العلماء ابن سينا بقيت بسبب نصوصهم القوية، علومهم القوية صحيح. اللي الآن تقراها وتنبهر.
يعني انا جالس اقرا مثلا لابن سينا نص الحلاج السهر وردي تقراه الى الان في هذا لن تموت. ليه؟ لن هذه تموت. الاعمال الادبيه لن تموت صحيح لان مضمونها قوي وهي صحيح. مبنيه على اساس صلب بالفعل ولكن اليوم مع هذا مع الحداثه وكل الاشياء المعاصره والتكنولوجيا الى اي مدى نستطيع من خلال الروايات ككتاب وادباء ومثقفين ان نجاري يعني المنظومه الفكريه الشبابيه؟ أنا أجد صراحة أن عندنا الهجازة البوكر العربية اللي في الإمارات خلفت لنا يعني ما شاء الله مبدعين بشكل غير طبيعي يعني فما شاء الله يعني ما أقدر أني أسهب أكثر في الموضوع يعني لكن أنا أجد أن فيه إنتاج فكري عالي جدا نعم. لا يصل للأدب العالمي المستوى لكننا في الطريق الصحيح ولكن هل يمكن أعني بسؤالي هل بإمكان أن نتقرب أكثر من جيل أبنائنا دعني أقول جيل أبنائنا الجيل المقبل من خلال الطرح من خلال المواضيع أو أسلوب تقديم الرواية اليوم نحن في بعض الأحيان وفي بعض الدول العربية نتحدث عن تقهقر قراءة الكتاب لصالح ربما السوشيال ميديا والتكنولوجيا والأجهزة الحديثة ولا هل يمنع ليالي لا لا أعني في بعض الدول العربية ليس أنا لا أتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله معارض الكتب هنا خير دليل على نشاط هذا هذه الجزئية وهذا الشق ولكن في بعض الدول العربية هناك بالفعل كساد ثقافي كساد فكري هل ممكن أن نبدل بالطرح أو بطريقة تقديم المادة هل يعني هل تتقدم بهذا الطرح ربما كي نتقرب من الجيل المقبل تاريخيا الكساد العربي في القراءة موجود حتى بوجود العلماء يعني أنا أقرأ كتاب تاريخي قبل فترة إن عدد القراء الكتاب قبل 300 سنة كل 1000 شخص واحد اللي يقرأ بالرغم في علماء وفي باحثين وفي لذلك عندنا العلماء على مر التاريخ يعانون عندنا في التاريخ العربي والإسلام ما يعانون لأن بسبب إنتاجهم يعانون لأن العالم ما تقرأ الكساد هو يعني شريك التاريخ العربي الإسلامي عندنا بالعكس أنا أشوف أن العصر هذا هو أجمل عصر للقراءة صح نحن لازلنا في بداية الطريق وسهولة الاستحواذ على النص إن لم يكن من خلال الكتاب طيب. فمن خلال الإنترنت أكيد. ومن خلال الأجهزة الإلكترونية أكيد. سهولة الحصول على المعلومة أكيد. للمعلومة نعم. صناعة الورق قديما في التاريخ غالية جدا مكلفة واختلفت طبعا أكيد كل هذه ومكلفة. أمور قد تطرأ على الزمن الحديث على الزمن المتطور أسلوب الروايات صحيح. اختلف الكتاب صحيح. نظرتهم في كتابة صحيح. الرواية وتوظيف صحيح. الرموز اختلفت يجب دائما أن ننظر إلى النصف الملآن من الكأس الممتلئ أكيد. أكيد. طبعا أستاذ إبراهيم المكرمي الكاتب والباحث في الشأن التاريخي والتاريخ الإسلامي من المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا لك الله يسلمكم وشكرا لكم ولاستضافتكم وعمار الإمارات وعمار إن شاء الله الفجيرة عمار يا أمتنا العربية شكرا لك أستاذ إبراهيم المكرمي مشاهدينا سوف نتابع معكم حيثيات هذا النهار الثقافي الطويل من منتدى الفجيرة الثقافي ولكن عقب الفاصل